اوكي يوه بغيت اطيح. يا ساتر وش ذا؟ وش ذا الليفل؟ يا اله. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع ماب فورتنايت رهيب 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 باذن الله انه بيعجبكم. قبل ما يبدا المقطع في اعلان بسيط راح يفيد الاغلب للي ناويين يشترون بي سي او مفكرين في البيسيات. في ناس ماخذين فكره ان البيسيات او غاليه ما ادري 7000 8000، في بيسيات مره رخيصه، في بيسيات متوسطه، في بيسيات غاليه. يعني ما اقول لكم انه ما في بيسيات غاليه، في بيسيات غاليه لكن ادائها يكون مره عالي وتقعد معك السنين قدام، وفي بيسيات تكون 3000 2000 قريب من سعر البلاي ستيشن اصلا. فاعلان اليوم بيكون طبيب الكمبيوتر. طبيب الكمبيوتر بسوي تجميعات تقدر تعدل عليها كل شيء، والاغلب ما يعرف ان مؤسس طبيب الكمبيوتر غير اسمه الى بي سي دي، طبيب الكمبيوتر لكن بالانجليزي واختصار 3 حروف، فبي سي دي عشان ما حد ينساه. طبعا انا ما اعلنت هذا الاعلان الا ان واثق ان طبيب الكمبيوتر باذن الله مو مقصرين معكم، واعرف ناس شخصيا شاري من عندهم بيسيات. سوي هذا الاعلان الحمد لله وانا مرتاح. طبعا متوفر عندهم كل الماركات ام اس اي، زوتاك، اسوس، اي في جي اي، وريزر برضه. هذا هو موقع طبيب الكمبيوتر او بي سي دي، عندهم ضمان سنتين. الخدمة هذه خرافية لأنهم يسوون استبدال، قطعة خربت يستبدلون لك إياها بقطعة ثانية على طول جديدة، ما في تفاهم. وطبعا في خدمة ثانية شحن مجاني لكل مناطق المملكة، وفوق كذا يعطونك ويندوز أصلي، في بي سي ب 2900، في بي سي ب 3200، في بي سي ب 3600. طبعا هنا مثلا تبغى تغير المذر بورد تاخذ مذر بورد أفضل، مثلا تبغى شاشة 144 هرتز يصير سعر الإضافات 1222 ريال ويصير التوتال 4474. أضفت لي شاشة وغيرت الكيس اللي هو الصندوق، الصندوق بالنسبة لي مهم. أعتذر إذا طولت عليكم لكن الإجازة جاية، يعني في ناس كثيرين يبغون يشترون بيسيات. ان شاء الله اني افدتكم واستمتعوا في المقطع. السلام عليكم، اليوم جبت لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب، اليوم معي محمد فايروس. يا هلا ويا مرحبا. طبعا انا جاي اليوم بنت زومبي، الحساب مو بحسابي، لكن كذا حبيت اني اغير، مللتكم السكنات الموجوده عندي فقلت خلني اجيب سكن نادر. شوف سكن ذهبي مع ذا الفلاش، حق ذا فلاش. اليوم جايب لكم ماب ذا فلاش 2020 اتس فلوستر. هذا المصمم مابات، هذا اذا صمم ماب اللي شافوني في رمضان او يذكرون رمضان، صمم مابات كثير مره مره، مابات اسطوريه. لكن هالماب ل 2020 مخصص. ايوه حماس، ها حماس حماس حماس. الله يعطيك العافية ما قصرت. لا 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 والله العظيم انا مع السلامة ستارت. هاها ايش فيني انا ختمت والله مرة سريع. اصبر بسم الله خلونا ندخل. اصبر بعد ما اخلص الليفل. اوه والله يا اخي مباته رهيبة يا اخي، والله رهيب. كيف؟ حتى لما تطيح ما تموت. اما ما تموت، طحت انت؟ يب طحت ما تموت. اوكي يا اخي دائما اضرب فيها اضرب فيها. نسوي فعاليات كذا. القم انت لف. القم القم طعم القم. القم يا فعاليات. حلو حلو كذابه يا رجال ايزي. القم. اوكي انا بتحداك اذا خلصت الماب. شوف مو بنحسب الماب، نحسب الليفلات، الليفلات كلها الجايه. اذا خلصت ليفلات اكثر مني لك $100. التحدي من طرفي لان المقطع سبيشل. اوكي خليك. اوكي يا ساتر يا رب. يقول لك يسار بعدين يمين بعدين يسار. يا ساتر والله العظيم لخمه. لا 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 اوكي خبو ربي. وات يا عيال، اول مره العب ماب زي كذا. هذا اول نقطه لي. اصبر اصبر اصبر. ذا ستورم از كومينج اند يو هاف تو جو ثرو ذا سيتي بيفور. اوكي طيب تراك طيبة يعني. الله يعطيك العافية. ضيعت انا. ضيعنا غلط 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 غلط. يا ساتر يا عيال. فين اروح انا؟ لو يا ساتر يا رب. اقسم بالله الماب رهيب. يا اخي كيف فكر كذا انه اول ما تبدا. يا ستار قلبي يولع نار. لو تبيني اعطيك الزبده يعني ولا بدون زبده؟ خلصتها. اما اما انا اللي قاعد اقول اما يا عيال خابني. يا قلت تبيني اعطيك الزبده فجاه بوف خلصتها. اوكي هذا سكت فيه قبل شوي. الو اي الو يا ساتر شرطه. ها خلاص اصبر اصبر خلصت قبلك انا خلصت قبلك ولا؟ مين
مين خلصت قبلي؟ مين؟ ما خلصت الليفل؟ اوه يرجعنا بدون القم 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 رجعني ورا عيال. السالفة؟ والله الليفل يا اخي ما ادري شلون جاي. شوفوا كيف ستوب اتس فلوستر. طعم اوه خلصته؟ اصبر تكفى دبليو تكفى القم القم 2-1 القم يا شيخ القم. اوه الليفل اقسم بالله المام رهيب يا عيال. اصبر يا طيب اصبر 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 الله يعطيك العافيه. وشو انت دورك الحين؟ دوري انا اصلا خليتك انا طحت على اساس مره واضح ربي انه صاعد. يا الهي 2-2 القم. وش 2-2 انت بادي قبل المفروض ما تبدا. لا انت بديت انا مت انا مت. علمني طيب دامك خلصته. والله انا ودي صراحة اول مرة اوصل دي. لا يلا يلا وقف تكفى. ايش قاعد تصير يا صادر؟ الو شرطة؟ هي داري داري داري. وشو وشو ولد ولد. اعطيتك اعطيتك انا دورك. ساتر الماب يا ساتر الماب. شلون هذا شلون؟ الخمني بالكفرات الله يقطع شكله. دين خلص الماب خلص الراس. الو شرطة 3-2 حلو. ها شرطة. طيب الله يعطيك العافية ما تبدا اللي بعد على طول. لا لا بس تست 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 اسوي تست. والله العظيم بالغي ام الجائزة يا شيخ. خلاص خلاص والله والله والله. هاي القم 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 3-3 القم 4-3 ولا 3-3 اصبر. لا ما ينحسب ما ينحسب. وات وات والله العظيم اني كيست ترى ما ادري شلون جبته. بيض الله وجهك ها بيض الله فيسك. الله 4-3 القم. هاي لازم تجي على طرف يسار صح عليه. اصبر 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 اصبر. اي شرطة نعلم تست 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 والله تست. وش ذو وش ذو وش صار يا ساتر. هلو شرطة اقسم بالله الماب يلحس المخ يا عيال. يا عيال الماب يلف يسار. خلصت الماب. ايه وشلون صدق شلون عدد ذي؟ 4-4 شوف يدف لك هنا في فتحة فوق. وين فتحة فوق؟ لا تستهبل والله. ساكت المبقاير لين ما خلص. الله ياخذ ابليسك يا شيخ. ايش تبغاني اقول لك؟ خليني اخلص 4-4 فلوس ذي. والله العظيم اني سامع صوت الرفت اقول له في اوكي. هاي شرطة. الله الله يا والله والله تست ما في تستات ما في تستات. اي قايلين لك ما في تستات. شو قلت هذا؟ طيب انا الاول اصلا دوري اروح. طيب الاول لين اجي طيب؟ الله يعطيك تست تست. يا راجل ضيعت. يا رب. تكفى يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب. هجد بي هجد بي. تكفى يا الله يا الله يا الله يا المبرهيم. اقسم بالله المبرهيم يا ساتر يا ساتر. لا تكفى تكفى لا تكفى. القم القم 5-4 القم. هذا شلون يا الله ليه عند اخر واحد يطيحني؟ انت كل شوي تجي معي. اصبر because I am the flash. شو وضعك محمد؟ هد اللعب خلني اخلصها بعدين اخلصها انت يا راجل. ايزي عم الضيقة. 6-4 والله ما بيفرو. الله عليك اخيرا. هي يا شرط ايش الشيء الغبي؟ لا تصدقني.
وات لمبو ضحكت وين راحت؟ الو يا حيال ولد وش دلك سويت يقطع منه انت شيخ كيف قاعد تمشي في الهواء 2000 years later خذ لك كرميت الامبوز برا انا لو بس اعرف كيف اوصل فوق اصبر 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 الله الله يا عيال اوه يا ساتر يا الليفل يا ساتر كمل 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 يقول لك تب جلايد ستريت داون افتر يو هيت ذا لانش بعد هيا ها اصبر 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 الله الله والله صدف صدف حميره جايب صح لسانك وات مكتوب هنا لول مكتوب هنا ليفل وات ذا هيك يعني اروح قدام ولا ايش والله احس انه مقلب يا عيال والله احس انه مقلب لوك بيهايند يو اقسم رب الكعبه اني داري يا شيخ حاط الرفت اخر شيء تخيل قال ارجع ورا اذا جيت يو الله جيت مي جيت مي ها شوف الليفل اللي بعده والله شكله جامد ده يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم 16 اللي بعده اللي بعده صوت 16 يب تكفى هواية الأولى هواية الثانية انا معلق في 12 هواية الثالثة و 17 يا بوي صلى على النبي يا أصعب راوند حطه ب 12 والله راوند 12 أقسم بالله صعب 13 صعب والباقي كأنها زالة أصبر 18 اللي بعده اللي بعده ما نوقف ما نوقف ما نوقف ما نوقف يا ابوي ما نوقف اوكي اوكي يو غطي يا ساتر وش ذا وش ذا الليفل يا الهي يا الهي وش مسوي ذا يا عيال الليفل صعب رب الكعب انه صعب 19 يا صديق انا بيطيح يا ربي تكفى اللي بعده اللي بعده راعي ماذا يسوي اللي بعده اقسم بالله الليفلات اللي عندك اصعب من الليفلات اللي عندي بكثير اول طيحه اول طيحه لا اوه 21 هذا ولا ايش يب 21 يا ربيه هذا شلون هذه؟ صلاتي على النبي الفخ العلمين عيال يا اخي من زمان على المابات يعني زي كذا يعني شوي يرفع القولون رفع الضغط هين كل فورتنايت رفع الضغط شوي قولون شوي سكر يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا عيال يا عيال 22 يا عيال يلا باقي ثلاث ليفلات يا عيال باقي ثلاث ليفلات على 25 اوكي تكفى تكفى اوكي لو 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 استهبل ذا وش الليفل تكفى يو اللي بعده فوق 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 اللي بعده فوق يا ساتر تكفون لا تكفون لا يا رب يوصلني تكفون اعطونا تكفون تقطع عم الضيق تكفون وش الليفل يا رب ثلاث عشرين اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده يا يا تكفى الله يخليك تكفى عرفت 24 ايش قاعد يصير يا ساتر يا 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 ساتر اقسم بالله الليفلات هذه صعبه ذا ميز ذا ميز ذا ميز هاي استهبل هذا حاطي ذا ميز دثران ناي متاهه دثران خلي بالعيال اقسم بالله هلكت فيه يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم تكفون الله يعطيكم العافيه تكفون ليش يلفني ليه اوه ما اضغط شيء
جيجي اخيرا يا عيال، اقسم بالله اخيرا 66 دقيقة في الماب يا ساتر. جيجي كونغ كراخ، راسي بينفجر، راسي بينفجر يا عيال. 25 ليفل 66 دقيقة، يعني ما ادري اقول. جيجي حاب اشكر امي وابوي انهم دعوا لي، ما ابغى اخلص فلوس، انت اعطي فلوس. حاب اشكر امي وابوي على ان راسي بينفجر. المهم بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم، لا تنسون زر اللايك، لا تكسرون بالدعم زي ما تعبنا، تعبوا معنا بشوي يعني، لايك دعم اشتراها كل ما اشترك يعني. كنت شوف لا تنسون فيصل قناه محمد في الديسكربشن، كود الماب في الديسكربشن اللي يبغى يرفع ضغطه، حتى لو انك شايف المقطع اتحداك تخلص على طول. تكون على خير، سلام.